صورة ملحة لاستمرارية الحياة وإنقاذ الأرواح من خطورة الإصابة بالإصابات الطارئة التي ممكن أن تحدث للإنسان في أي وقت. فعلى كل إنسان أن يتعلم كيف يكون مسعفاً. هذا محورنا الثاني جدا مهم اللي راح نتحدث به. لكن قبل هذا المحور، مناف الموسوي أعد لنا تقرير عن محاضرة بهذا الضوء، فلنتابع. بعد التحديات الأمنية والظروف العصيبة التي مر بها العراق، توجه عدد من الشباب لإقامة دورات مجانية للإسعافات الأولية ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى زرع منقذ أو مسعف في كل بيت. الهدف من تجمعنا اليوم اللي هو مبادرة تنفيذ المبادرة اسمها كن إنسان وانقذ حياة. هذه المبادرة هي الهدف منها زرع منقذ في كل بيت، تنعلم الناس طريقة الإسعاف الصحيحة والأخلاقيات والقوانين المتبعة مع الإسعاف. يعني كمثال عليها، ممنوع تنقل أنت مريض بسيارتك الخاصة. أنت وظيفتك أنه تتحافظ على استقراريه المريض ولايف سبورت إلى لايف سيفينج، وتتصل بالطوارئ الإسعاف. نعلم الناس على أرقام الطوارئ بالبلد، كثير ناس تجهلها ما تعرفها. نعلم الناس على القوانين والأخلاقيات ضمن إسعافات الأولية، اللايف سبورت، السي بي آر. اليوم احنا بهذا الكورس الإسعافات، هذا الكورس كافة التخصصات نشرح به الإسعافات الأولية شلون تصير إذا كل الحالات الممكن مطروقة. يعني طبعا احنا بالعراق هواية عندنا فتح حوادث، بهاي الحوادث يراد انه واحد كل شخص بينا يقدر يعرف المعلومات الكافية حتى ينقذ الأشخاص اللي يشوفه قباله. اللي راح يجي راح يشوف أكو أشياء هواية مغايرة المعلومات، حتى إذا كان هو يعتقد إنه هاي المعلومات صحيحة، معلوماتنا مو كلها صحيحة للأسف. أكو هواية حالات تؤدي إلى الموت بطريقة غير مباشرة. يعني مثلاً شخص مثلاً دين مثل بالكهرباء، يفصل عن الكهرباء، يشوفوا ده يحترق، يدبر عليه ما يموت. شخص دا يغرق ما يعرفون شلون انهم يطلعوا وقت الحادث العبارة. يعني هواية اكو امثلة واحد ما يقدر ينقذ بيها، الغائب عن الوعي على راسه شلون انه يقدرون ينقذوه بحالة برق اللسان والى اخره. المبادرة قدمت نصائح كثيرة ومهمة لاكثر من 200 شاب وشابة على مدى 3 ساعات، وقدمت تدريبا عمليا لهم يضمن قيامهم بخطوات الاسعاف الاولي في حال وجود مريض في المنزل أو حدوث أي حادثة أخرى في أي مكان عام. بالنسبة للدورة والمبادرة اللي انطلقت كن إنسان وانقذ حياة، الغاية منها الوصول أعلى مدى صحيح من البروسيجر الصحيح بالإسعافات الأولية، تعليم الناس وانقاذ حياة المهددين بخطر الموت بالإجراء الصحيح، لأنه بصراحة المجتمع العراقي يفتقد للإجراء الصحيح لإسعافات أولية. من الأخطاء الشائعة مثلا في مجال الحروق، وضع معجون أسنان وغير من المواد، الإجراء الصحيح لا يكون بوضع الماء الفاتر لمدة 30 دقيقة. كذلك في حالات الاختناق، عدم وضع الرأس في الطريقة الصحيحة في التكنيك الصحيح لفتح المجرى الهوائي والتنفسي. بالإضافة إلى ذلك عدم تأمين المكان الذي وقع فيه الحادث والموجود فيه المعرض حياته للموت، والمباشرة قد يكون أن المكان فيه عدة أخطار، فبالتالي نحن نعرض شخصين للخطر بدلا من شخص واحد. اليوم بالعراق مرينا بعدة ظروف خلتنا بحاجة لهكذا دورات. اليوم الخريج من هاي الدورة يكون إلى الخبرة والوعي بإنقاذ حياة. كنا إحنا بالبيت تكون عندنا حوادث، عندنا أطفال، عندنا ناس كبار بالعمر ممكن تصيبهم حوادث، فإحنا لازم يعني الأهلنا أول شيء نتعلم، والشخص اللي ممكن نشوفه أيضا يمر بحادث بالطريق أيضا. وأتمنى أيضا أنه تتعمم هذه الدورات مو بس فقط بالبيت، وإنما بدوائر الدولة، الموظفين بكامل العراق، لأن احنا بحاجة لهاي الدورات. دورة لتعليم المهارات الأساسية للإسعافات الأولية تقدم لشريحة واسعة من الشباب، الهدف منها وجود مسعف في كل بيت. وهنا يثار تساؤل مهم، هل يوجد مسعف أم لا في كل دائرة من دوائر الدولة؟ مناف الموسوي، العراقية، بغداد.
شكرا مناف، واحد من المسعفين الجميلين اللي دائما ما يسعفنا بتقارير جميله وتخص محاورنا بحلقتنا من برنامج الصباح العراقيه، ودائما هذه المحاور هي تصب بخدمه المشاهد الكريم اينما كان. نعم، اليوم راح اتحدث عن الاسعافات الاوليه، وشفتوا بالتقرير انه شلون نتعامل مع الغريق، مع اللي تعرض الى صعقه كهربائيه او ما شاكل ذلك. الله يحفظكم ان شاء الله ويكتب لكم السلامه دائما. اليوم ضيفنا الدكتور ليث النعيمي، مدرب اسعافات اوليه، هو واحد من الذين تحدثوا بهذا التقرير وكان محاضرا بهذه الدوره، راح يكون ضيف ويانا داخل الاستوديو. صباح الخير وحياك الله دكتور. صباح النور. انا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح النور. انا وسهلا دكتور. بدايه